سليمان يا سلطان روحي، أول شي بسلم عليك وبوس إيديك المباركة. وعلى طول بدعي إنك تكون بخير مولاي. أكيد أنت حابب تطمن على أوضاعي. للأسف أنا مضطرة أقلك إني بأسوأ حالاتي، ويا ريتك هلأ معي مولاي. مع إني أم أولادك الخمسة وحبيبتك وزوجتك على سنة الله ورسوله، بس كل هدول ما شفعولي لحتى ما أتعرض للأذى. حرقولي وشي، عملوا هيك بدون ما يرفلن جفن، وأنت بتعرفن هن نفسهم اللي كانوا ورا القصص القديمة، وهلأ رجعوا لنفس الألاعيب عم يحاولوا يقتلوني بأي طريقة، لدرجة أني التجأت للسلطانة خديجة وهي هلأ عم تدير بال علي. بفضل أنا عايشة بس حالتي صعبة والألم كبير، وما بعرف إذا فيني قاوم أكتر من هيك. مولاي وسلطاني، أنا قربت انتهي لأنه كل شي عم يذكرني بالموت، ويمكن من هلأ لحتى تصل هاي الرسالة لإيدك وتقراها أنا كون انتقلت لدنيا الحق. سليمان أنا مالي غيرك، وأنا كتير بحاجتك. خلصني يا سليمان، خلصني. الله يخليك رجع بقى، أنا ما بقى فيني أتحمل هذا غير الخوف يلي عم يعيشه على أولادنا. أنت ما بتعرف قديش صار هداك القصر خطر على حياة أولادنا. رجع لنا بقى يا سليمان. مشان هيك حابة أجيب الأولاد لعند السلطانة خديجة. مولاي إذا ما كان إلي نصيب شوفك مرة تانية، بدي منك تسامحني إذا قصرت معك يا سليمان. وكل شي صار معي بسبب حبي إلك، بس أنا رضيانة ومستعدة موت ألف مرة، وما رح أندم على حبي إلك للحظة. حبيبتك وجاريتك زوجتك مياه.